السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم طيبه يا رب. اليوم جيت لكم بوصفه ديال الكغاتان بالباذنجان والكفته، ان شاء الله الرحمن الرحيم طرق الاعجاب ديالكم. غنحتاج لوصفتنا اليوم الباذنجان اللي سبق ليا وقطعته بشكل طولي وسلقته لمده 10 دقائق في ماء مغلي مضاف ليه الملح. قمت بهذه العمليه مسبقا باش ما يجيش الفيديو طويل عليكم. غنحتاجو اخواتي الحبه ديال الفلفل الاخضر مقطعه اطراف صغيره جدا بهذا الشكل هذا، يكون نتمنى عفوا يكون واضح لكم. غنحتاجو جوج حبات ديال الثوم. بالنسبه للتوابل اخواتي غنحتاجو الفلفل الاحمر، الزنجبيل، الملح على حسب الذوق، الكركم، الابزار، والقليل من الكزبره المجففه. ممكن اخواتي تستعملوا الطري، انا توفر عندي غير المجفف. بالنسبه للكفته اخواتي استعملت هنا مقدار ديال 400 غرام، وكيبقى لكم الاختيار على حسب الافراد العائله ديالكم. وغنحتاجو الطماطم المصبره. اما للتزيين غنحتاجو الجبن، صراحه كيبقى على حسب المتوفر عندكم، انا غنستعمل جبن الموتزاريلا. ندوز للتحضير ديال الوصفه ديالنا اخواتي. في اناء انا وضعت الكفته، غنضيف ليها الثوم بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نزيدو اخواتي الفلفل اللي سبق لينا وقطعناه اطراف صغيره اللي سبق وقلت لكم في التقديم ديال المقادير، وفي الاخير غنضيفو التوابل ديالنا بهذا الشكل هذا ونجمعها بيدنا. نخلطو الكل جيدا بهذا الشكل حتى تتمزج لينا كاع العطريه مع الكفته. من بعد الاخوات ما خلطنا المقادير كلها مع بعض، غادي نشكلو الكفته ديالنا اصابع، وكيبقى كذلك على بالنسبه للحجم على حسب الحجم ديال الباذنجان اللي استعملته. كاين باذنجان اللي كيكون كبير، انا باذنجان اللي استعملته صغير. غادي نستعمل غادي نحضر عفوا غير اصابع صغيره بهذا الشكل هذا، وغادي نكمل حتى نسالي كاع هاد الكفته هادي ونرجع لكم اخواتي. من بعد ما كملت الكفته حصلت على هاد الاصابع هادو اللي نحطهم على جنب، حضرت القراده غادي نحط فوق منها الباذنجان بالشرولي، وغنحتاجو المول على حسب اللي متوفر عندكم. ندور على بركه الله، غادي ناخذ بهذا الشكل هذا الباذنجان ديالنا. وغادي نبداو نلويهم حتى نحصلو على هاد الشكل هذا، ونحطهم في المول ديالنا. غنكمل اخواتي على هاد المنوال حتى نسالي كاع الباذنجان ديالنا، ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. نتمنى يكون كان واضح اخواتي. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما ساليت من التلوليب ديال الكفته في الباذنجان. ضفت لهم الطماطم المصبره اللي زدت لها من قبل القليل من الملح والابزار، وما درتش ابدا الزيت لانني اكتفيت فقط بالدهنيات اللي غادي
طلقهم لي الكفته لان فيها الدهنيات. غادي نسد عليها الاخوات ورق الزبده اللي ما عندهاش ماشي مشكله. انا كنحاول نديرو عاد كندير عليه ورق الالومنيوم لانه ماشي صحي. وندخلو للفرن اخواتي ونراقبو حتى طيب لينا الكفته. من بعد غادي نحلو عليها، غادي نضيف ليه الجبن ونخليه يتحمر ونرجع لكم اخواتي. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا من بعد ما وجد لينا. نتمنى تجربوه، اكيد غادي يعجبكم ويعجب الافراد العائله ديالكم. ما تنساوش ديروا يا لايك وابوني وتبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو القادم.